بعد قضائهم عطلة صيفية ممتعة ببلدهم الأم الجزائر، الفوج الأول من أبناء الجالية الوطنية يغادرون أرض الوطن بعدما حظيوا باهتمام كبير خلال إقامتهم ببلدهم. كانت لنا فرصة لزيارة أماكن ثقافية، متاحف، منشآت رياضية. الحمد لله، والله احنا نحسد على هذا البرنامج الثري اللي سطرته وزارة الشباب والرياضة. كانت رحلة ممتعة، زرت عديد المدن كتيبازا. صراحة قضيت عطلة رائعة. كانت أياما مذهلة، استمتعنا خلالها بألعاب كثيرة. C'était magnifique. On a joué, on a rigolé, on a mangé. عطلتي كانت رائعة. لعبنا واستمتعنا كثيرا بنشاطات متنوعة. ومن مطار شلف غادر أرض الوطن فوج آخر من أبناء الجالية المقيمة بالخارج بعد اصطياف واستمتاع ببرنامج ثري اكتشفوا من خلاله جمال بلدهم الجزائر. سأفتقد كثيرا بلدي الجزائر وأتمنى العودة إليها. الجزائر أحسن بلد، أحببت المخيم الصيفي كثيرا. تعلمت الكثير بالمخيم الصيفي، أنصحكم بالقدوم إليه، المؤطرون كانوا في القمة. نحن هنا منذ 10 أيام، المخيم رائع، قمنا بالعديد من النشاطات. عمرنا رايحين، ولكن الجزائر تقعد في قلبي. أنا راني فرحانة على العطلة، ولكن راني تريست بصح نمشي في تاع الجزائر ونمشي فرنسا. انا نبغي الجزائر بزاف، والجزائر البلاد الشباب بزاف، وتحيا الجزائر. يغادرون وطنهم ومعهم ذكريات لا تنسى وسط تسهيلات كبيره وضعت خدمه لجاليتنا الوطنيه بالمهجر.